يا مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في يلسة من يلساتنا الجميلة والمميزة بجمال ضيوفنا في حلقتنا لهذا اليوم. نعيش معاكم دقائق من الماضي العريق وأيضا هذا التاريخ المميز للآباء والأجداد الذي سطر في صفحات التاريخ. أكيد اليوم مشاهدينا يلستنا مميزة ومختلفة بوجود ضيوفنا لهذا اليوم، الأستاذة فاطمة المغني، يا مرحبا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، الله يسلمك. وأيضا خالو حليمة محمد، يا مرحبا وسهلا فيك، وخالو شيخ علاء. حيا الله ويا حليمة، مساكم، شو أخباركم؟ عساكم بخير. الله يسلمك، طيبين، يعطيك العافيه ويخليكم. اليوم موضوعنا جدا مميز وراح يكون جميل، بما اننا نتكلم عن رمضان وشهر رمضان، شهر الخير وشهر البركه وشهر اللي الكل ينتظره، من يعني شهر مميز من خلال ايام السنه. فقبل كانوا ابائنا واجدادنا لما يجهزون لشهر رمضان كانوا ممكن يجهزون اشياء كثيره قبل ما يبدا هذا الشهر، عكس مثلا هذه الايام كل شيء موجود، كل شيء متوفر، لكن سابقا كانوا يجهزون كثير من الاحتياجات اللي راح يحتاجونها في شهر رمضان، فبالتالي يكون تجهيز قبل اشهر لشهر رمضان. فمن هذه التجهيزات استاذه فاطمه، خلينا نتكلم يمكن في البدايه عن استبشارهم بشهر رمضان، كيف كانوا يستبشرون بهذا الشهر وقدوم هذا الشهر. الشهر شهر رمضان شهر مميز في حياة أهل الإمارات عامة، وكان هذا الشهر يستعدون له بوقت يعني مميز، بس من كل النواحي مميز في بعض الأكلات المشهورة، مميز في كيفية استقباله، مميز حتى في العادات اليومية الممارسة بشكل إنه يكون الإنسان صايم، كيف ما يكون الصبح ما في ريوق، الظهر ما في فوالة، العصر ما في فوالة عصر، يكون المفاطر مكان يفطرون فيه الناس بشكل جماعي أحيانا في الفريق. ايضا كان الريال يستعد لهذا الشهر باطلاق مسميات جميله على شهر رمضان، حد يسميه شهر رمضان هذا اسم عادي، نقول شهر الصوم، شهر الغفران، يسموه شهر التراحم، يسموه حد منهم يسميه شهر يعني اللي فيه القران، يقرأ فيه القران. نعم، الناس دائما نقول ان رمضان شهر كريم فعلا، فيه الخير موجود متواجد بالرغم الصوم، قله العمل يعني مثلا في النهار ما بيسوي يضغو يصير النخل، يصير الفتره الصباحيه العصر لا، العصر يتفرغ لليلسه في البيت ويقرا قران، يحث عياله على هذا، يفرش الحصر لاستقبال الناس. فكان اذا بشروا بشهر رمضان يعني يجتمعوا اول شيء اهل الفريق بروحهم، يقول لك يعني ان شاء الله بيهل علينا رمضان، يهل علينا بالعافيه وبالخير، والسنه ان شاء الله رمضان الفطور عندي بيكون كل يوم مكان يعني المكان الفطور عندي، يتجمعون في مكان واحد اذا والي او اذا شيخ عود ولا ريال حشيم شيبه يعني يفطروا عنده الريايل، والحريم يفطروا عند الحريم يعني مع بعضهم بعض. كذلك طريقه كيف يعلنوا عن رمضان قبل، من اللي كان يتحرى شهر رمضان او الهلال، هلال رمضان استاذه فاطمه؟ كل الناس تتحرى، لكن يكون في ثقه، اخر شيء يكون يعني واحد شيخ علم موجود ويقول للجماعه ترى يا جماعه ان شاء الله باكر اذا كملنا، كملوا 29 وما شافوا الهلال عباره رمضان يعني بعدها خلاص اليوم اللي بعده يبدا رمضان، بدايه نعم شهر يبدا. نعم، اذا يعني كملوا ما يزيد عن 30 يوم، اذا لم يغب عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. نعم، خلاص اذا ما شافوا الهلال كملوا شعبان، اما عاده شعبان 29 وتشوف الهلال عقبها. وهو اللي يعني يعلن عن قدوم شهر رمضان. نعم، وبدء شهر رمضان، واغلب الناس يتحروا رمضان يعني اذا مثل النحوه والشيص اللي هم يركبوا ليبال فوق اقرب الى يشوفه، او اللي راعي الحصن راعي الرابي اللي موجود على الحصون، هم اللي اقرب انه يشوفون الهلال، الناس اللي يشوفوا الهلال. واذا شاف لين يوصل البلاد يعني يكون وقت طويل عادي، ممكن انه ينقع، معطوه الامر انه ينقع اتفق وهو شافه فوق اليبل مثلا في نحوه او شيص، نقع ولا شاف شعل ضوء بعد، هذه علامه، بعد هذا علامه في بعض المناطق تشعل الضوء يعني في اليبال يحط مثل حطب واذا شاف الهلال وفي ذمته يعني ويبوه عاد يحلفوه عقب انك شفت هذا الهلال، هذا حتى يكون فيها امانه، راح يتحمل امانه ناس راح يعني جماعه كبيره راح يصومون شهر رمضان. نعم اكيد، ويبلغ الحصن يعني اللي موجودين في الحصن هم اللي يبلغوا، لكن اذا ما لحق مثلا في نحوه ولا في شيص لين يوصل استوى الليل والناس رقدت من عقب المغرب على طول العشاء، ولا ضو شافوا ضو واريه ولا حد يعني نقع اتفق عرفوا رمضان، بس لازم يجي بعد ويحلف يقول ويحلف يعني حتى يتم اني اشهد اني انا شفت هذا.
الهلال. فبهذه الطريقه يتم الاستبشار بشهر رمضان. خلو حليمه يعني مثل ما ذكرت استاذه فاطمه انه يتم يبشرون جميع الاهالي في هذه المنطقه ان شهر رمضان راح يبدا ان شاء الله غدا يوم غد، فالحريم يكونوا قبلها متجهزين لشهر رمضان. شو الاشياء اللي كانوا يجهزونها لشهر رمضان حتى بالنسبه للرجال مش فقط الحريم؟ فكانوا يجهزون مثلا يمكن الطحين او طحن الطحين، ينقل هريس إذا عندهم خدمة يعني بيحجزوها، إذا عندهم مال ملابس يبيخيطوها بيجهزوها مكان ثاني، إذا عندهم مال يعني يسوي ذاك اليوم الراس عقلها كل شيء مجهز. يعني حتى الملابس الجديدة حق شهر رمضان يجهزوها حتى قبل رمضان قبل وبعدين ذاك اليوم ماشي بعد مكاين يخيطوها باليدين، يسوي التلي يركبوه على اليدين، للبنية ركبوا لها وللولد يسووا له شداشة وسووا له كرنتية. هاي شيء يعني الولد والأب واحد والأم بعد سووا للبنت، وكان الخالة تعرف والحرمة الكبيرة ولا هاي يجهزوا لها بعد ترى مكانها مثل ما كان، فيجهزوا لهم الملابس يجهزوا مثل الطحين يطحنوه قبل رمضان على الرحى. في أكلات معينة كانوا حتى يجهزون لها في رمضان؟ في أكلات معينة في شهر رمضان؟ في مال الساقو يجهزوه، في عندش الهريس، في عندش شو اسمه الطحن اللي قلت ليش يطحنوا عليه، في عندش الأشياء كل شيء ما شاء الله جهزوها. يا سلام، يعني كانت الحياة بسيطة ما كانت الأكلات الكثيرة نفس ما نشوف الحين عندنا، بسيطة لكن الحمد لله فيها تراحم، فيها عطف، فيها عطنا بعطيك من قبل المغرب بنص ساعة أنت سويتي هريس وصلتي للجارة وصلتي للعمة، العمة عطتك بعد أنت مرة ثانية، هذيك بعد مسوية الجيمات عطتكم بعد صحن جيمات، صار التواصل والتراحم وتصير السفرة عامرة. تصير السفرة يعني عامرة. لو كانت ربة المنزل مسوية صنف واحد لكن بتبادل الجيران ما شاء الله متروس، تصير السفرة ما شاء الله عامرة. هذه الخير والبركة اللي يتكلمون عنها، نصيبه وعمه وابوه ياسين منك والحرم منا، العمة الكبيرة حرمة الولد والبنت والخت منا ياسين وتفطر. يا سلام، نفتقد هذه الأجواء اللي فيها العائلة الكبيرة الممتدة لما يتجمعون كلهم على سفرة واحدة، فهذه الأجواء الجميلة. ما شاء الله يوم عاد القهوة يو وهاي صلوا صلاة التراويح ونزلوا قالوا يلا قهوة. اللي عندش انت مثلا مسوية هريس، هاي مسوية ساق، وهذا مسوي فندال، هذا مسوي شيء، جمعوا عليه قدام البيت يعني بيتين ثلاث بيوت، القهوة الرجال برا والحريم داخل في الحوش، الرجال في مكان والحريم في مكان بالحوش، وخذوا القهوة والسوالف وهاي لين من ذاك اليوم ما يقولوا كم الساعة 9 ولا 10، لا يشوفهم منتصف لين كل واحد رد مكانه لين بعد لين غاية السحور، نشحوا السحروا طاف عليهم هذاك سحور 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 صار مسحر، يوعيهم للسحور عشان يسحروا. أذن الأذان الأولي نش تلاحقوا عمارهم باللكن، من يأذن الأذان الثاني خلاص وقفوا خلاص مساك مساك الصيام. جميل ما شاء الله الأجواء جدا جميلة. لا وايد وايد كان ما شاء الله مرتاح. يا سلام خلاص شيخة، يعني قبل يعني من خلينا نتكلم عن تقسيم شهر رمضان، يوم المرأة خلال شهر رمضان حتى بالنسبة للرجل، يعني لما يبدأ خلينا نتكلم عن منذ الصباح خلاص، يعني يبدأ الرجال والمرأة أيضا يقومون وهم صايمين، فروتينهم يختلف عن اليوم العادي اللي هو شهر يعني من غير شهر رمضان. نعم غير. فبشهر رمضان يختلف روتينهم، يختلف هل ينشون من الصبح ولا يكون تكون نشتهم شوية متأخرة لأن شهر رمضان؟ نشون شكل نشتهم الأولية مع ما من غبشة يعني شوية تأخروا، بس النشا الرجال عصر إذا عنده نخل يسقي نخله بيعطيها ماي، ماشي دوامات بالأول ما كان يداوموا، بس اللي راعي البحر بيروح بحر واللي راعي النخل بيسي نخله. الحرمة بعد تقوم في البيت ترقط أغراضها منه ومنه ويجهز الأشياء وترد بعد ترتاح شوية الظهر. عقب الظهر نشت إذا عين الطحين عينته تخليه يعني إذا بتخبز إذا بتسوي يعني جهزت يوم جهز الفطور. هي عقب الظهر نشت صلت الظهر ودارت على فطورها. كان عاد الدجاج ذيك اليوم يربوه بالبيوت، ذبحت الدجاج مال البيت وسوت لها الصالونه وخبزت عينه طحين قبل وخبزت مجهزه، وهذا قبل رمضان يكون تجهيزها الحب طاحنه الطحين جاهز. هذا قبل رمضان طبعا مجهزين مجهزين انه هاي كل شيء يعني جاهز عندها. تخبز سوت الحرمه صالونه، سوت الفريد، سوت عيس، جهزت. واللي عندهم موجود يعني بيسوي يعني شكل حلاوه ساقو نشا بلاليط او يعني فندال اللي موجود اللي موجود وتواصل يا تعالى ما قالت اختي حليمه يعني ويوصل الجيران، هاي تعطي هاي الجار لهاي الاهالي هم بعد الجيران يابوا ليش
السفره صبحت مليانه يعني من كل نوع. يعني مثل ما قالت خاله حليمه او استاذه فاطمه يمكن يتجمعون الحريم في اماكن، هل فطورهم كان جماعي ولا كانت كل عائله بروحها؟ احنا بالاول لا الله يقول الرجال يفطروا روحهم والحريم روحهم، لكن احنا من طلعنا يمكن الحين 60 سنه، الحين عمرنا 70 سنه حفظنا ان احنا يعني مثل ابونا وعمومتنا مكان واحد، يفطروا هي يعني الحريم روحهم على صوب والرجال على صوب. لكن حلوه هذه العادات اللي احنا يعني ما زلنا نشوفها حاليا ولكن مش بالكثير، اللي هي تبادل الاطباق قبل المغرب، قبل صلاه المغرب او قبل دخول فتره المغرب، نشوف ما شاء الله صحن رايح وصحن راد. وهذا اللي كان يعني الحلو في شهر رمضان، يكثر في شهر رمضان اكثر من الايام العاديه، هو موجود في الايام العاديه في فرح، لكن في شهر رمضان سبحان الله نشوف يعني صحن رايد رايح لها البيت وصحن راد لها البيت، حتى لو يعني كانوا اذا حد عنده بقره يعني تسوي لبن توزع على الجيران لبن. اي لبن كلهم توزع على الجيران، تعطي من بيت لبيت من بيت لبيت، سر عطوا بيت خالو، سر عطوا بيت فلان، بيت خديه، بيت فلان، يعني تعطيهم تحطيه بالطاقه تعطيهم. يلا بسرعه روح وصله قبل ما ياذن المغرب. ماشي لبن مال السوق، طاسات هاي الطاسات هم بطاسه، ما نقول في دورك ولا في طاسه، شوي شوي بطاسه هي وعطوهم شربت منها. هي الاجواء جدا جميله حقيقه، انا لدقائق حسيت ان انا عشت في هذا الجو. هي والله فيعني شهر رمضان وخيره هذا الشهر وساعات المباركه في هذه في هذا الشهر. يعني نقول فتره المغرب قبل الفطور يكون مجهز الفطور كامل، مثل ما قالت خلو شيخه ممكن الرجال يكون في مكان والحريم في مكان، على حسب يعني على حسب السنوات ومرور الايام تغير هذا الموضوع. صحيح. من بعدها من يبدا تبدا فتره الفطور خالو، يفطرون ويقومون يصلون ولا كيف كانت اجواءهم؟ اكيد كان الفطور اول ما يفطرون الاكل كامل مثل اليوم ما شاء الله دفعه واحده فعلا. لا كان مثلا التمر واللبن، وفي بعض الناس عندهم مثلا شوربه، اذا سوي من الطحين كانوا يسوي شوربه ما موجوده الجاهزه، لكن كانوا يقلوا شويه بصل يضيفوا عليه طحين وشويه ماي ويا وشربوا يعني بعد شوربه. صحيح. ويتوجهوا على طول للصلاه، من يقول الله اكبر قالوا بسم الله، الاطفال يكونوا واقفين عند المسيد اللي ما يصوموا فعلا. اللي هم عمارهم اقل من 7 سنوات واقفين عند المسيد، ما كان في ميكروفونات في المساجد يعني، بس من يسمعوا قال الله اكبر على طول ما يروحوا لبيت اهلهم، بس يزاقروا في الفريق اذان اذان فطروا فطروا، هم يركضوا لحد ما يوصلوا بيت الاهل. ومحطاي الفوال يعني الفطور محطاي، هذا جايب مثلا شوربه وهذا جايب تمر، متى عاد محطاي اول يفطروا الرجال اصحاب البيت، صاروا صلوا ردوا يعد اهل الفريق. احنا عندنا في منطقه كلبه كان هذه موجوده، يعني المفاطر كانت موجوده، ما راعي البيت يتكلف الفطور، لا الكل يجيب، كل واحد جايب مثل ما كانوا يسووا في الفواله، كان يجيب هذا يجيب مثلا عيش وسمك، هذاك جايب لحم، هذاك جايب مثلا عيش بس ابيض حسب استطاعته، هذا جايب صحن هريس، وحطوا فطروا جميعا على كف الرحمن ما شاء الله مع بعض، وقاموا خلصوا وتفطروا وشربوا قهوتهم، وطبعا توجهوا للصلاه قبل الاذان، توضوا على طول يستعدوا، ما مثل اليوم يتموا يتلوثوا لبعض الاذان، لا يعتبر اللي ما يدخل المسجد قبل الاذان بشويه يعني ما متاخر، فلازم يكون من تويدد وهذا دخل بيته تيدد على طول صار الصلاه. ومن العادات الجميله ايضا ان ما يطلع الريان من بيته الا متدخن. يا سلام. في رمضان يتدخن، ويعني خاصه الجمعه ورمضان شيء مقدس، يعني يتدخنوا ويصيروا المسيد ما شاء الله ريحتهم هذه من القيمه العظيمه لهذا الشهر. نعم. ومثل ما اقول بعد حتى الريال بيطلع من بيته معروف اذا هذا يشل بعد مدخل ويودوه هناك. نعم هذه النقطه الجميله مثل ما قالت حليمه، هذه استاذه فاطمه هذه النقطه الجميله اللي كنا نتكلم فيها، انه كان ايضا من دور المراه ممكن انها تتوجه للمسجد وتدخن المسجد. نعم. حتى المصلين يجهز المدخن ويشلوا البنات ولا الاولاد يودوه الرجال، اذا كان رجال والولد يتمسح هاي كم عشان بسر الصلاه احنا مجهزين المدخن هاي وده تصوب انت يا سيدي يشيلها معاه الرجل والابناء وحطها عاد عنده هناك وتم بدخونه لين خلص الصلاه وخلص الصلاه ونزلوا الصلاه وده المدخن معاه وشلوا البيت. يا سلام. ريحه الطيب ايضا تعم المكان تعم المسجد، ما دخونها دخون المسك الصمغ الصمغ هاي الصمغ اكيد ما كان قبل يعني انواع الدخون متوفره. هي متوفر في البيت يسووه. كانت هل المراه بعد تقوم بتنظيم في المسجد؟ هل كانت المراه يعني مسؤوله عن هالشيء؟ نشوف اي شيء ولا كان حتى الرجل مسؤول عن نظافه المسجد؟ اللي بتشوفه يعني ما حيوسخ بيت الله طبعا، مو 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 ما حينتوح عند بيت الله شيء، مو دخليه مره كما كان ما شاء الله عليه نور.
فكانت البنات مثلا البنات يصيروا يتعلموا قرآن قرآن كتابه يوم بتشوفوا شيء وصل كل شيء شلوا يوم بتطلع عنكم هاي الدار مالكم المعلمة قراءة تقريكم هلا لا تسووا صوت لا تسووا شيء لا تلغبوا نهدد عليهم في البيت ما شاء الله هادين دخلوا هادين وطلعوا كانت هادي. الحرمة قبل خالو تروح المسجد بعد تصلي في المسجد ولا ما كانت يعني من ضمن أهم العادات قبل في صلاة التراويح نسيره. تروح الحرمة نسير. كانت تروح لا نسير نصلي التراويح واللي عارف القرآن يصير يعني يجلسوا عند واحد يعني مطوع وفاتح مجلسه الديوانية ما يصير يختم القرآن في رمضان ما شاء الله يختم الله يسوي ختمة عن أمهاتهم عن أبهاتهم الميتين يسوي ختم يختموا يا واحد يسوي ختمتين يا واحد يسوي ثلاث متى كانوا يقرون القرآن في رمضان؟ من بعد ما فطروا وتفاولوا صايحوا وتفاولوا صار عاد عند واحد يعني عنده مجلس فاتح مجلسه وقروا القرآن هناك ختموا القرآن كل يوم على سحروا عنده يا يسحروا ببيوتهم يا السحر الريايل اي نعم وعلى فنر ويسووا ختمه على فنر ما على فنر يا سلام هي على تخيل هدوء الليل وظلام الليل على فنر وهذا الشهر الجميل ما شاء الله وقابط للمصحف في الدار قدامه ويقريهم هم يردوا وراه هم قريوا شو بالفنار وهم يردون وراه والجميل انه قبل كان هدوء فتسمعين ايات القران يعني يكون لها صوت جميل والميلس اذا بعيد عن بيته بطريقي بطريقي اذا ظلام يترك بالطريق قدام عينه يا سلام اجواء جدا جميله ولا حد من يعني ابوه ولا امه ولا اخته توصل للمكان اذا انه بخاف وترد عنه طيب خلاص شيخه يعني كان السحور هل السحور ينطبخ له من اول ويديد ولا اذا كان في زايد من الفطور ولا كيف كان اذا عندهم زايد عادي ما يتوحوا اذا عندهم زايد من الفطور يخلوه وفي ناس لا يسووا ما شاء الله جديد يعني اذا ما تم لهم من السحور سووا جديد وطوم مسحر كان عندهم ما في شيء يعني يرمي ولا لا لا ما يرمي ما يرمي اذا تم من الفطور يخلوه يسحروا فيه واذا ما عندهم يعني ما تم سووا جديد وخلوا للفرخات اللي في الطار يعني ما نفس اليوم ما شاء الله عندنا الاكل يزيد يعطوا لعيالهم بالباكر الباكر يغدوا للعيال الفاطرين يغدوا منهم يغدوا لاطفالهم اللي مسويت لهم بالسحور قالوا منه وخلوه بالباكر غدت في عيالها عادي ما يرمي شيء كانت من ضمن يعني قبل مسحر يدور في الليل مسحر يوم قريب قبل اذان الفجر يدور مسحر قوم يا نايم السحر يعني يا نايم الليل قوم السحر يصيح على حمار يدور ويطبل بطبل وما كان ياخذ اجر ما كان ياخذ راتب على هالشيء ماشي يوم اخر الشهر قريب العيد يعني بكره عيد ماشي خلاص يقعد دقق البيوت يعني دور دور اللي عطاه تمر ولا عطوه يعني ريال ولا ريالين ولا عطوه عيش ولا عطوه طحين مزروا للحمار خري يحط على حمار وخري ويعطوه لكن ما له شهريه معينه وهو اللي يتطوع من نفسه بروح يتطوع من نفسه يتطوع من نفسه يعني انه يوعي الناس ويصحيهم هذا الوقت قال له بيعطوك اجرك يعني اجره شيء بسيط حتى يعني هنا مكان المحكمه يعني يقول لي ابوي باكر كان جاي رمضان كان بالصيح بالحاره وبالصيح يوع من النوم تنقذهم يعني يسحروا كان ان شاء الله يعني بدون مقابل بدون مقابل بدون مقابل بس هم اللي اخر الشهر كل واحد اللي عطى عيش اللي عطى طحين واللي عطى ريال ولا ريالين يعني من فضلهم اللي ما بغى يعطيه ما يبهرهم يدور عليهم فهذه فتره السحور فتره السحور استاذه فاطمه هل كانت يعني نفس اجواء الفطور الفطور الكل يتجمع لكن السحور بما انها فتره ليليه فهل تكون يعني خاصه في كل عائله في البيت في كل اسره نعم خاصه ولا كانوا يشاركون فيها بعد لا كانت خاصه بكل اسره لانه ما ينطبخ لها اغلب الاوقات ما ينطبخ لها وجبه خاصه صح. يعني اللي زايد من الفطور يتحط واللي زايد من الفواله يتحط وكانت خفيفه يعني ما يسوى فيها اللحوم ما يسوى فيها الدياي ممكن انه يسوي سمكه مقلايه بيض كان بعد عندنا وايد البيض ما شاء الله من البيت المزارع ولا النخل في البيت مربايين الدياي موجوده في البيت بيض الدياي يسوى تحت العيش حد يفضل العيش والروب حد يفضل الخبز مثل احنا نسميه صباغ اللي هو الخبز ويا اللبن يصبغوه ويشربوه حد يفضل الحليب مع الخبز الرقاق وللحين استاذه فاطمه للحين ما شاء الله هذه الاشياء الخفيفه يعني يفضلونها الناس على السحور اي ليش يفضلونها لان انت الصبح يوم تنفش تحس عمرك خفيف لكن اذا ثقلت في اكل المكبوس مثلا والبهارات والاشياء هذه تجيب العطش شويه خلال النهار
وخاصة أن الرجال والمرأة كانوا يسيروا يعني يشتغلوا ما عندهم حد يزيهم مكان الشغل، مثلا ممكن راعي النخل سار النخل والحرمة في البيت قايمة بواجبها، بتغسل الثياب وبتقم البيت تستقبل ويارة تضحكيها تزورها، لو ما عندهم فالة بس تزورها أختي اليوم وشو بتسوي من الفطور. هذا السؤال اللي في بالي، كانوا يزورون في رمضان يزوروا الصبح نعم شو بتسوي اليوم من الفطور عشان ما تكرر نفس الوجبة، لأن يعني بياكلوها مع بعض مشتركة. قالت أنا اليوم بسوي دياي، ثاني قالت أنا بسوي عين مرقة خضرة يسموها مردودة. المردودة اللي هي عبارة عن صالونة يعني بصل ويتحط فيه شوية دياي بلاد مثلا دياية واحدة بس يزيدوا البصل أكثر من البصل أكثر، هذه المردودة عشان شو الجميع ياكل منها. مرقة الخبز ممكن أنت أنا بخبز اليوم بقول شختي اليوم لا تخبزي بزيد ليش حق الثريد وحق الفريد يعني أمور تعاونية جميلة. وكان خلال هذه الأوقات بعد تشغل وقتها يعني يمكن تقول لها اليوم بنخيط لين فلانة كندورة، واحدة لها ما عندها ما تروم تخيط يا تادي كفت الجنان. يجهزون للعيد؟ للعيد طول رمضان من بدايته قبل مثلا ما ابتدينا وبعد من بدايته وبدا لين النص وهم يجهزون. اللي عندها مثلا ثياب مثل ما قلنا خاطتها ليها وليارتها، فصلوا الكندوره هذه خاطت القنه وهاي التخروص وهاي البدن وهذه ركبت التلي وتعاونوا وخلصوا بسرعه. ياتش الحب اذا عندهم مثلا حب الهريس حق العيد ولا عندنا مشهور عندنا انهم يطحنوا العيش. العيش يغسلوا العيش نظيف ويبسوه في الشمس وعقب يطحنوه يستخدموه في الخبيص ويستخدموه في اللي هو الفرني. فرني نعم فرن العيش معروف يعني. والله يعني ذكرتينا بأحلى الأكلات استرى. نعم هذه يستعدوا ليه. وقلنا العيش يتم حتى لبعد العيد يعني للعيد يستفل في الخبيص. فيستخدموا عندش مثلا خلصوا الأمور هذه البزارات البهار. يبتدوا من قبل رمضان البهار البزار مثلا يجيب اليشن اللي يجيب السنوت اللي يجيب الهال يطحن مثلا نقول. واعتقد انه كانت تجيهم حتى من يعني من السفن اللي تجيهم من الدول الثانيه محمله بعض الاغراض اللي يشترونها يجهزون فيها لرمضان. يجهزوها يغسلونها وبعد يروحوها اول شيء ينسفوها يطلعوا منها الرمل كله الرمل والغبار النسف عاد هذه تنسف وهذه تنسف يساعدوا هاي التجمعات ما تكون على الفاضي خاليه شيء لا لازم يشتغلوا هذه يا عندها بزار هاي كابزه بزار يلا انسف نقوا طلعوا منه الحصى طلعوا من الحجي حصى ابيض في كل تربه ترى ميوبه مره فيها تربتها البيضه هاي فتطلعه عقب غسلوه الحريمه نقول الزرقرت اللي هم عارفات رايات البيت الزين يغسلونه وفي بعضهم ما يغسلوا البزار لكن اغلبها تقول نغسله عشان يطلع منه الرمل ويروحوه على السمه ولا على حصير ولا على سفره لين نشف وهذا وقلبوه وطحنوه الطحان عاد وش بدق يدقوا بالمنحاس مو بالرحى يعني لا يمكن بعضهم رحى لكن اغلبهم كانوا يدقوا البزار يندق لان الرحى بيختلط طعم الطحين فيها صحيح. ومثل ما قلنا اول ان الرحى ما كانت في كل بيت موجوده يعني مثلا ثلاث اربع بيوت فيها واحد عنده رحى والكل يشيل طحينه ويطحنه لكن البزار اغلبهم يدقه في المنحاس والهاون والرشاد ويحطيه ما شاء الله طعمه وريحته هذه اختي ما طحنت ما دقته عطتها بزارها بزار رمضان هذيك شلت بعد شويه لان عندي بزار لكن ابى من هذه سنوت ثاني قالت ابى من قرفه شويه وتعاونوا وجهزوا يعني فكانت الحياه تعاون يعني من الاشياء الجميله خلو حليمه حتى لو قرايه القهوه قرايه القهوه بعد هي يقلوها على القهوه تقل لها ما شاء الله فوقها يعني بيقول لها شيء هم ذاك اليوم يقول قياسين او من او ثلاثه قياسات وتخليه خزنه هي بتدقوا بتدقوا تعطي هاي شويه وهاي شويه وهاي شويه بتحط ثلاث اربع مناحيط واذا ما دقوا الحين شوي قبل الاذان سمع المنحال تك 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 ويش الدق القهوه عشان نسوي قهوه اذن الصبح قبل اذن الصبح لكن مخلص من خبزه او قروصه او قهوته هذا طبعا في الايام العاديه ما في رمضان اي ورمضان بعد الحين قبل الشمس تسلم هاي بعد دق القهوه تسمع المناحيط تك 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 هاي قهوة فيعرفون اليوم هذه الحرمة في هالبيت تدق القهوة أو تعرف أن الحرمة يارتها تدق القهوة خلاص الكل بيت سمع ما شاء الله عليهم كل بيت سمع دق 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 يا سلام شو كانت اللي عندكم قبل خلو حليمة شو كانت الأهازيج هل في كانت كلمات معينة أهازيج معينة تنقال في شهر رمضان هل يعني تذكرين كلمات معينة في شهر رمضان كانت تنقال يوم كنتوا صغار هل علينا شهر رمضان شهر الرحمة والغفران هل علي مبروكين على شهر رمضان الله يبارك ان شاء الله يجوز على شهر غفران يا رب يغفر لنا ولوالدينا هي نقول ان شاء الله مبارك
مبارك هي مبروكين على شهر رمضان، عشان الله يغفر لنا ولوالدينا شهر الرحمة والغفران. فعلا هي يعني مبارك لنا والله مبارك لنا شهر الخير. هي شهر الخير والأطفال الصغارية هي فرحانين. أنا باكر بنام والما ينام نقول نام بتيك السنة بتشلك، نام نام وخوفه بالسنة. شوفي السنة خابوا ماشي السنة من أول يقول يعني وحدة ساحرة كذا وخوف الناس فيها والما ينام قال اليوم بتيك السنة وبتشله وبتشله أنت ما بتنام بتيك السنة يزيغ حليلة وينام ونام متكرفس ونام عشان السنة ما تشله. أظني خابوا شيخة عندها كلمات جميلة تحفظها من أيام رمضان. هذه كانت متى تنقال خابوا شيخة؟ يوم نخوف عيالنا في الليل نقول لهم سويدة خصف بعد. سويدة خصف. سويدة خصف التمرة. التمرة. في الخصف محطاية. هذه كان يخافونك فيها قبل. بديكم سويدة خصف. لكن بعدين عرفنا إن هي التمرة. انقص علينا عاد. هو التمرة. سويدة خصف التمرة. قال بديك سويدة خصف تلحف ونام الفرخ. ويوم تنافس رمضان عا قريب يخلص رمضان نودعه. قول يا الوداع يا رمضان شهر الحج والغفر شهر يعني السماحه والهدي والغفران وشهر الخير والغفران. في اخر يوم في رمضان اي اواخر في الاواخر عشر الاواخر الاواخر يوادعوا يعني يا الوداع يا رمضان يعني شهر الحج والغفران. اكيد من ايام الخير والغفران وشهر رمضان ايام المباركه وايام الخيره. نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، ودائما الاجواء السعيده والاوقات السعيده تمر بسرعه وتخلص بسرعه، لكن جلساتنا اكيد مستمره معكم استاذه فاطمه المغني وخاله حليمه وخاله شيخه علاي. ان شاء الله حلقتنا الجايه باذن الله من برنامج الجلسه راح تكون مميزه، انتظرونا ومع السلامه.